الفنانة المغربية يسرى سعوف تعرف عليها الجمهور من خلال برنامج المواهب عرب آيدول، وبعد ذلك أصدرت عدة أغاني ساهمت في انتشارها في العالم العربي، منها حبيبي مختلف، شايف بعينك، كتب ربي، ما حبك، معنى الغرام، وآخرها ما أنساه وهي باللهجة العراقية، حققت نسب مشاهدة عالية جدا على يوتيوب. للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الفنانة المغربية يسرى سعوف. صباحك الله بخير يسرى. صباح النور. صباح الخير عليكم. صباح الخير على صباح العربية ومشاهدين صباح العربية. أهلا وسهلا فيك يا يسرى معنا اليوم، ومبروك السنجل الجديد. ما أعرف هذا السنجل باللهجة العراقية، أنت لك 6 أغاني قبل كذا. صحيح. 2 عراقية مغربية، 2 مغربية، هذه عراقية والباقية خليجية. صحيح. طيب يعني أنا مثلا من يعني كفنانة مغربية لما أسمع يعني عادة الفنانين المغربيين نادرا ما يغنوا أغاني مغربية، يتوجهوا أكثر إلى مثلا الأغاني الخليجية أو السوق الخليجي، مع أنه هذا العصر الذهبي للأغنية المغربية. صحيح. وانتشار كبير لها. صحيح. ليش طيب من وجهة نظرك؟ أحس أنه موجة الأغاني المغربية الآن ساهم فيها كثير فنانين، ومنهم فنان سعد المجرد اللي أوجه له تحية جدا كبيرة، فكان من المساهمين الفنانين المساهمين في الأغنية المغربية. فأرجع لسؤالك أنه ليش أكثر أغلبية الفنانين المغاربة يتوجهون للأغنية الخليجية؟ صح. مثلا أنا مقيمة في الخليج أكثر، حفلاتي أكثر في الخليج، فدائما أكون أقرب للخليج أكثر لأنه حفلاتي بالخليج، فأقدم يعني تقريبا أغلب أغاني خليجية، بس دائما ما أنسى الأغاني المغربية. فبعد هذه إن شاء الله بعد ما أنسى راح يكون أغنيتين مغربيتين إن شاء الله. يسرى يمكن أنا أقول حاول دائما أرضي كل الناس. بالعكس، يعني الفنان يجب أن يكون مختلف. صحيح. ولكن صحيح. بشرط إجادته للهجة، يعني نعيمة، عبد الوهاب الدكالي. صحيح. أكيد هذول الفنانين الكبار. صحيح. الفنانين الكبار نقلوا هذه أكيد. الأغنية المغربية إلى المشرق. أكيد. العربي. أكيد. لكن اليوم أنت اتجهتي إلى العراقي. اليوم الأغنية العراقية هل فيها سر بأنه العديد من المطربين يلجؤون إلى الأغنية العراقية اليوم لتقديمها للجمهور العراقي؟ صحيح. لماذا؟ شوف، جت فترة الأغنية المغربية اكتسحت، يعني تقريبا من 2 سنين كانت الأغنية المغربية اكتسحت العالم العربي. الآن أحس أنه الأغنية العراقية اكتسحت يعني وقتها، فتوجهت للأغنية العراقية أول شيء لأنه جمهور عندي كبير من العراق. وكذلك كان يشجعني من أيام أرب آيدل، فقلت لي علاش لا يعني أغني عراقي بلهجتهم، ودائما يطلبون من الجمهور العراقي نبغاك نسمع منك أغاني عراقية. طب إحنا نبغاك نسمع منك. إحنا ما نسينا، ما راح ننسى معاكي ونسمع الاغنيه، شو رايك؟ اوكي يلا تفضل. انا عارف الصباح و شفتي مجروح جيتك وحلفت بيدك تداويني، ما توقعت منك ابد انت لتأذيني، معقولك حسيتك نضر تاليها تعاميني، ياما الله حقي موجود وما يروح ابد ما انساه. الله الله الله، جميل حبيبي. ثانك يو. إتقان اللهجة يسرى إلى أي حد يجب على الفنان؟ يعني إحنا نشوف مثلا فنانين من لبنان أو فنانين من الخليج يغنوا مصري، فنانين من لبنان تغني مثلا خليجي أو مصري. إتقان اللهجة، هل إذا الأغنية جميلة لكن اللهجة مش متقنة 100% تحس إنه ممكن تخرب الأغنية؟ أكيد، لأنه أنا أخذت تقريبا يمكن شهر أنا أحاول أتقن اللهجة من الملحن، لأنه الملحن هو اللي غنى الأغنية. فحاولت أنه أضبط حتى نطق الحروف، لأنه ما شاء الله اللهجة العراقية جدا صعبة. جميلة. إيه جدا جميلة. هواية 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 رائعة. فحاولت أني أغنيها كأنه فنانة عراقية، بس أكيد ما راح أوصل للهجتهم بالضبط زي الفنان العربي يغني مغربي. صح. فبس حاولت الحمد لله. واحنا نحاول نضرب الدارجة. صحيح. طيب خليني انا ما راح اغني، بس خليني اسالك بانه اليوم الفنان الشاب دائما ما يتجه الى الاغاني المفردة سنجل. اوكي. يعني تعتقدين انه هي عادلة انه يطرح اغنية واحدة وينتظر رد الجمهور بما انه ما في البوم، انتهى عصر الالبوم وحكرا على المطربين الكبار؟
لا اكيد لا، بس انه كفنانين صاعدين صعب شوي موضوع الالبوم، لانه لازم يكون وصلت لمرحله كبيره عشان الناس لما تطلع بالبوم ناس تشتري البومك. فبالعكس الالبوم جدا مهم لاي فنان، لانه هو يعني تخزن فيه كل اغانيك. فدائما لما تكبر اوكي نزلت البوم فيه مثلا 6 اغاني 7 اغاني، فهذا تخزين لاغانيك او نجاحاتك. فبالنسبه لي انا دائما اشوف السينجل، لانه لسه في مرحله انه اثبت وجودي على الـ على الـ على الـ في الوطن العربي، ويمكن بعدين اكيد يكون البوم. انت تشوفين يعني تثبتين وجودك من السنجل، وانا حاب اني اسمع الى اغنيه ثانيه. يلا اوكي تفضلي نغني لام كلثوم. والله يا ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا هي ما صبرتي زمان زمان على نار وعذاب وهوان، وهي غلطة ومش هتعود، ولو إن الشوق موجود وحنيني إليك موجود، وهي غلطة إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. الله 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 يا يسرى، باين انه انت صبوره بحيث انه انت بين كل سنجل وسنجل تاخذي فتره ومريحه، يعني انك صبوره يا انك كسوله. لا مش كسوله، يعني تاخذي وقت طويل. صحيح صحيح. بين الاغاني هذه مشكله. من ارب ايدل الى الان 6 سنجلز، يعني ما تعتبر مقله بالنسبه للفنانين. انا صعبه جدا في اختياراتي، هذه مشكلتي، يعني ما كنقدرش نغني اي اغنيه او اي اغنيه سمعتها، لازم اختياري يكون يعني قريب من احساسي، قريب من صوتي، فدائما هذا المشكل الصعب اللي عندي انه كان اخذ فتره طويله ما بين سنجل وسنجل. موفق يعني. الف مبروك على الاغنيه الجديده. شكرا. اتمنى ان شاء الله تحقق ارقام اعلى واعلى واعلى دائما. ان شاء الله بنتظر جديدك. ثانك يو سو ماتش. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معنا. ثانك يو.